أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم أسرانا الأبطال وأسيراتنا المجيدات في برنامجكم أناديكم. وفاء لأسرانا ولعوائلهم، ما زلنا ننسج خيوط الوفاء. نتجول بكم اليوم في محافظة رفح جنوب قطاع غزة في زيارة لعائلة الأسير البطل نعيم مصران ابو مارا. يوم السجن مهما عيني ما يبعدك عني، عد الزمن ورجع إلي تلقاني مستني. يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني، عد الزمن ورجع إلي تلقاني مستني. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في بيت الأسير البطل نعيم مصران، معتقل منذ عام 2002 ومحكوم عليه بالسجن مدى الحياة. سنرى كيف تقضي عائلة الأسير شهر رمضان المبارك. في البداية أرحب بالحضور الكريم من عائلة الأسير البطل نعيم في والدة الأسير أم نعيم. كل عام وأنت بألف خير، أهلا وسهلا فيك. وأنت بالصحة والسلام. وأنت بألف خير. أهلا فيك. أيضا أرحب بأشقاء الأسير، شقيق الأسير زياد، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير. وانت بألف خير. أيضا شقيق الأسير نهاد، كل عام وانت بألف خير. كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة إن شاء الله. وانت بألف خير. وأيضا يعني أبنائك يعني كلهم كل عام وانتوا بألف خير. يعني في البداية يعني بتحدث يعني معك والدة الأسير كشهر، هذا الشهر الفضيل اللي فيها الألفة والمحبة وبيجتمعوا كل أبنائك في هذا الشهر، كيف بتستقبلي؟ الحمد لله رب العالمين. في أول يوم في رمضان كل العائلة طبعاً بتجتمع، الأولاد والبنات اللي ساكنين برا البيت، يعني بيت برا بيت العائلة، يجوا كلهم عندي وبفطروا أول يوم كل يوم كل شهر، يعني في بداية الشهر بفطروا عندي كلهم. طبعاً إحنا لما بنقعد وبنتحدث طبعاً نفتقد نعيم، خاصة يعني إنه يعني أول يوم لازم كلنا نكون مجتمعين. صحيح، وكلكم مجموعين ومش بينكم. بنتحدث وبيضحك وبنبصوا، يعني يعني زي ما بنقول بالبلد بحس في نفس الفراق نعيم وبعده عنا، فانه مش موجود في هالجمعة. يعني الحمد لله ان شاء الحمد الله ان شاء الله يعني رمضان الجاي يكون بينكم. خالتي نعيم، خالتي نعيم لو حكينا عن نعيم، كيف كان معك نعيم؟ نعيم طيب وحبوب، كل اخواته بحبوه، حتى الجيران كلهم بحبوه من هو صغير، يعني كان يحب المساعده، كان يحب يساعد الجيران، كان يعني شجاع جريء، يعني دائما بقيت اقول له انت لازم تكون قائد، يعني هيك عنده روح النخوه، يعني دائما في المقدمه تلاقي اي حدث اي شيء يصير في المخيم عندنا في البيت في اي مكان تلاقي دائما بيساعد الكل. كيف كان علاقته مع الاولاد والبنات؟ كانت علاقه طيبه، يعني علاقه اخوه ومحبه، يعني انا اولادي كلهم كويسين وبحبوا بعض ونعيم من بينهم، يعني حتى نعيم لما بعد عنهم كلهم تاثروا كثير كثير، حتى اولادهم اللي ما شافوهوش كمان بحبوه، متعلقين فيه كثير كثير متعلقين فيه. اكيد مثل ما انتم بتحبوه هو بحبكم. طبعا حاجه لليوم اللي يكون طبعاً بينكم كمان. حنشوف يعني مواقف الحلوه من اشقائه للاسير. يعني اخي نهاد، يعني بالفعل انه نعيم ترككم هو اسير وانتم بحاجه كل يوم ليكون معكم، شو بتقدروا انه توصفوا موقف لو حكينا عن مواقف جمعتكم مع بعض؟ وانا نعيم بالنسبه لي كان بيمثلني كثير كثير، يعني كان اخ، كان صديقي اكثر ما هو اخي، قصدي يعني انا اصدقائي واصحابي هم اصدقاء واصحاب نعيم، يعني كنا دائما مع بعض، نطلع مع بعض طشات مناسبات مع الوالد الله يرحمه، لما كنا نروح مناسبات نروح انا ونعيم مع الوالد، لان اخواتي باقوا باقي اخواتي صغار في الشارع، انا ونعيم باقينا كبار محبس، يعني 17 16 طبق 15 سنه وهي سنه 16 داخل الاسر.
له 16 سنه الان داخل الاسر، فانا اثر علي كثير لانه هو اللي بقى صاحبي وصديقي ودائما انا وياه ونتلاقى واروح انا وياه. من كثر انا ما حب لنعيم اليوم انا اولادي علقتهم في نعيم لدرجه انهم بيحلموا بناموا بيحلموا انه نعيم ثاني يوم الصبح عندهم وكانه موجود بينهم بتحكي له كانه موجود بينهم وزياده، لانه باستمرار لما كل ما تروح ستهم على الزياره لازم يجوا، يعني انا ساكن بعيد لازم يجوا وشو يسمعوا من ستهم ايش كيف عملنا نعيم كيف صار كيف وضعه كيف اموره كيف هو لازم يفهموا هم ما وعيوا لازم الهديه اللي تجيهم من عمهم نعيم من ستهم، لانه احنا كمان يعني بنربي اولادنا على حب الاسره وحب ابنائنا في السجون حتى لا ننساهم ولا حد ينساهم ويضلوا متعلقين فيهم حتى لو احنا ما كنا موجودين هم يضلوا متعلقين ويضلوا يعني مكملين يعني مسيرتهم. يعني في هاي النقطه احنا بنحييك على هذا الدور انك حتى بتوعي الاطفال انه مثلا انه عمهم اسير انه ليش اسير وليش هو موجود كمان. طب يعني خلال انه ما بيسالوك حتى انه ابنائك انه عمنا اسير امتى بدي يجي، ايش دائما بترد عليهم؟ هل انه الامل دائما موجود؟ انا احنا ما عمرنا في حياتنا احنا ناس الحمد لله رب العالمين مؤمنين بنامن برب العالمين، احنا ايماننا واتكلنا على رب العالمين على انه ربنا ان شاء الله يفرجها عن الاسرى. انا باستمرار اولادي يعني بنتي اللي عمرها 3 سنين تسالني بابا وش عمو نعيم وين عمو نعيم ليش بتشوفوش احنا ليش بيجيش علينا ليش يجي علينا، بقول لها يا بابا ان شاء الله بيجي. فاحنا الحمد لله يعني دائما بندعي رب العالمين انه ان شاء الله ما يطولها شدي على اسرانا وروح ان شاء الله يجوا في القريب العاجل ان شاء الله ما بعد صبرهم الا الفرج ان شاء الله. اخي نهاد اكيد انه في مواقف جمعتك ما بينك وبين نعيم مثل ما حكيت لك انه اكيد الا تذكر لنا موقف من مواقف نعيم. نعيم في يوم من الايام بقينا على باب البيت الساعه كانت تقريبا الساعه 4 اللي هو عوده اولاد المدارس من المدارس كانت فتره مسائيه صباحيه، فعندنا هنا يوجد تل زعرب صار اطلاق نار، واطلاق النار صار اصيبت بنت تقريبا 8 سنوات او 9 سنوات في نص الاسفلت واطلاق نار شديد وما حدا قادر يجيبها. وسط اطلاق النار خش نايم وطلعها وحطها بالسياره، هو كان طبعا معاه سياره صف السياره ونزل من السياره واخذ البنت وحطها في السياره وما شفتهوش بغمضت عيني على المستشفى. طبعا وصلت المستشفى كانت البنت مستشهده فالله يرحمها. فانت موقف زي هذا موقف مين يخش في وسط اطلاق نار يطلع يعني اخر بحاله حتى انه ينقذ خاطر بحاله. نعيم من الناس من الشباب اللي بتخاف مستعد يخاطر بحاله عشان اي شيء يخدم اي بني ادم عادي ممكن يموت عشان انا اخدم البني ادم هذا او انقذ حياه هذا الانسان. يعني ما شاء الله انه هذا الموقف انه يكون خدوم وجريء في نفس الوقت انه يجري في هالشارع وينقذها. يعني اكيد هاي المواقف ان شاء الله لما يرجع انه تتكرر في معاملته الحسنه معاكم كاخوه واخوات، اكيد كمان انه شقيقه للاسير زياد بتذكر شغلات كثير من نعيم. نعيم اكيد زياد شو حابب تقولنا عن نعيم؟ عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء بحيي اخوي الاسير نعيم مصران في سجن نفحة الصحراوي هو وجميع الاسرى، وبشد على ايده وبوصل له سلاماتي وسلامات الاهل من عندنا، وبطمنوا علينا احنا بخير وكل شيء تمام الحمد لله رب العالمين وما تقلقش علينا ان شاء الله. كيف كان يعني بتتذكروا اكيد لنعيم كان قديش كان عمرك لما اعتقل؟ 10 سنين انا. يعني كان عمرك 10 سنين وكان وقتها لنعيم لما اعتقلوا يمكن 20 سنه، يعني فرق الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. سنوات. كيف انت كنت طفل؟ هو كان لسه في اول شبابه. اكيد بتتذكر كيف كان معاملته معك كطفل كذا، ايش ممكن تذكرنا؟ نعيم اخوي كان بيعاملنا كلنا حتى واحنا صغار، كان بيعاملنا عنا اصحابه، يعني وين ما يروح كان ياخذنا معاه يقعدنا مع اصحابه يطششنا معاه.
فكنت احسه مثل اب يعني، مش اخ وبس، كمان ومثل صديق برضه كمان يعني، وانا عمره 10 سنين يعني. وبالاكيد انه اعتقلوه وانت طفل صغير، وهلا ممكن لما يشوفك من خلال الصور انه انت شاب، يعني ايش بحكي للوالده، ايش بقولها عنكم؟ بستغرب يعني، هو 10 سنين فرق طويل، انا ما كنتش هيك يعني، مثلا كنت قد ابن اخوي زياد. صحيح. الحين صار معي، تزوجت الحمد لله وصار معي دانيا، فببعت له صور وصورها فبتفاجئ يعني. اكيد نفسه يكون موجود بينكم. صحيح. ويشوف هالصور وهالتطورات الجديده اللي في حياتكم. يعني خالتي نعيم، يعني بنتحدث كثير انه عن الاسير وعن معاناته وعن كمان وقعكم، انه كعائله اسير نفسها يكون موجود ابنها حتى يشارك الفرح، يشارككم في المواقف كلها، في كل المناسبات اللي بتمر عليك، يعني رمضان بمر، رمضان العيد بيجي، كيف الامور هاي كلها بتتلقيها؟ والله انا يعني لما بيجي رمضان بفتقده كثير، يعني اول يوم ما بنحط السفره وبنفطر بصير ابكي، يوم العيد برضه بصير ابكي. ان رحت حضرت فرح للشباب، اخواته، اصحابنا، قرايبنا، اي حدا، بفتقد نعيم، بقول له يا ريت نعيم طالع وصير عريس زيهم إن شاء يعني الله. ما مرش علي موقف الا بأذكر فيه نعيم، يعني فلذات اكبادنا يعني، بقدرش الواحد ينسى ابنه. اكيد خالته من نعيم، وبالطبع انه الام يعني يغلبها العاطفه. وتتذكر في كل وقت انه ابنها مش في رمضان، يعني في كل الايام، ولا يوم بفوت الا بنتحدث عن نعيم، الا بنحكي عن نعيم، ولا يوم بفوت يعني، يعني ان شاء الله ما ننساهوش ولو انه بعيد عنا، لكن أكيد مستحيل ما بينتصى. ما بينتسى نعيم وكل الأسرة ما بينتسوا. كان يطلب منك شغلات في رمضان، اكلات معينه؟ كان ايش كان يحب؟ مقلوبه البتنجان كان يحب، مقلوبه اياها واحط فيها قرنفل، لازم احط قرنفل يعني مثلا، لازم تحطي ان ما حطيتش قرنفل ما ياكلش، حب ريحه القرنفل. كان يحب الاكلات من ايدك يعني، مثلا لو حدا غيرك يا ما ياكل؟ لا بحبش، اولادي طبعا كلهم بحبش ياكلوا الا من البيت، كان ما يكره البامي، ما يحبش البامي. لما بتعمليها هلا بتتذكري اكيد، بتقولي انا نفسي اعملها وببكي كمان لما بطبخها، بقى اصيح لا حول ولا قوه والله العظيم. لما بتروحي تزوري لنعيم بتذكري كيف ما كنت تعملي لي هاي الاكله؟ طبعا كنت بقول له انت بتاكل وبتعملوا اكلات، قال مش البامي بقتش اكلها، هيني لليوم باكلهاش. التومه مثلا نحط تومه على الاكل، لا ممنوع. ايش بقول لك في اخر زياره انت زرتي لنعيم؟ في اخر زياره لك لما زرتي لنعيم، كيف اموره وكيف معه؟ خمس شهور ما زرته، خمس شهور ما زرته، ما زرناه. كان في عيد لليهود ما زرناش، وبعدين اجلونا شهر، ولما تاجلنا بدا الاضراب وما زرتش، وهينا لي كمان شهر. يعني احنا ان شاء الله حنحكي في هذا الموضوع، لكن نطلع على فاصل قصير ومن ثم نعود اليكم، ابقوا معنا. عدنا لكم من جديد مشاهدينا الكرام في برنامجكم أناديكم، بالعودة لعائلة الأسيرة البطل نعيم. يعني أم نعيم بالتأكيد أنه بعد الإضراب اللي قام بالأسرة، يعني إضراب الكرامة، إضراب الحرية، وخاضوا 41 يوم، والحمد لله يعني بالنهاية تكلل بالنصر، وكنت من خلال أنه خيمة الاعتصام اللي كانت موجودة في على أرض السرايا تتواجدي، من خلال أنك تعبري بصوتك، أنه يكون إليك أنك تأيدي أنه أبنائك في هذا الإضراب، إليك صمود في هذا. لكن أنه بعد ما نفك الإضراب في أول يوم من شهر رمضان، كيف كان شعورك؟ والله أول حاجة فرحت لأنه الإضراب انتهى وتحققت إن شاء الله مطالبهم، وأولادنا ظلهم صامدين وصابرين، وإن شاء الله ربنا صحتهم ترجع لهم بالسلامة إن شاء الله. يعني كنت أتذكر كيف كان في الإضراب وكيف كان صايم، وإحنا الحين صمنا زيه، يعني كان يعني كل تفكيري كيف هو كان عايش. صحيح. الإضراب وكيف كان صايم. طب خالتي من نعيم، انت بتعرفي انه المطالب اللي طالب بها الأسرة انه هي مطالب انسانيه، طبعا. من هالزيارات وشغلات كثير، يعني اكثر مطلب كنت تتمنيه كأم اسير انه يتحقق، وانت يعني قلتي ما زرتي لك من خمس شهور، ايش اكثر حاجه يعني؟ يعني نفسي يحققوا لنا مطلب انه يعني مثلا كل شهر او شهرين اقعد انا وابني المسه. يعني انا لي 15 سنه ما لمستش ابني ولا قعدت معاه زيك هيك، غير من وراء الزجاج. صحيح. من وراء الشبك زمان، يعني حابه الزياره تكون مفتوحه، تقدر يعني تحضني ابني جنب بعض هيك، يعني هذا مطلب انساني انا. صحيح. يعني ام، ولازم احس بابني والمسه
يعني اقعد معه واشوفه، ما بالك زاد لا يا دوب بس اسمع صوته. يعني اكيد مش انسانيه اكيد خالتي من نعيم، يعني احنا معك في هذا الشيء، يعني زياره تكون مفتوحه، تقدري تحضني ابنك، تقدري تعبري له عن صح. مشاعرك احس انه ابني يعني لو هو محبوس بحسش انه بعيد عني، يعني قلبي بغلي غلي عليه، نفسي امسكه وابوسه واحضنه، احس انه يعني ابني بعيد عني، خالي بعيد عن العين بعيد عن القلب. ان شاء الله بتحسي فيه خالتي النعيم وتقدري تعوضي عن كل الايام اللي فاتت. لما بتزوري ايش بوصيكي، ايش بقول لك، عن مين اكثر شيء ببعث سلامات؟ يعني دائما بسالني عن اخواته وعن خواته، بحب كمان عن الاطفال اولاد اخوه، دائما جيبي لي صورهم، جبت لي صور فلان وفلان ايش عاملين في البيت، كيف في الحياه، حدثيني ايش بعملوا مقالب الصغار، بضحكوا يعني بحدثه عن خصوصيات البيت، بده يعرف اكثر عن ايش بيصير في العيله. بسمع يعني صار في البيت مشكله، ايش صار، ايش عملته، يعني انا كمان دائما لما بزوره بحكي له كل الاخبار علشان احسسه انه هو يعني مش بعيد عنا، صح انه انت معنا او انت بينا، يعني مهما انت كنت بعيد عنا يما لكن انت بينا موجود، بحكي له كل شيء. يعني انا بغيب عنه شهرين، خلال الشهرين الاحداث اللي صارت في البيت مع اخوته مع خواته مع الجيران مع الشارع مع المعسكر ايش صار، بحكي له كل الاخبار كل شيء. حلو انه يكون مشاركنا، بحب يعني يسمع الاخبار، بحس حاله انه ايش موجود بيننا. ان شاء الله يكون موجود بيننا، واكيد انه الاطفال هالحلوين يعني ابن شقيق الاسير زياد كل عام وانت بخير. كيف رمضان يا زياد؟ كويس الحمد لله. يعني حابب يكون عمك الاسير هنا موجود بينكم؟ طبعا. طب لو كان موجود بينكم ايش بدك يكون، ايش بدك تعمل؟ طبعا هنروح نتش انا وياه ودائما اكون معاه وافطر معاه، يعني عيشتنا انا وياه نكون طبعا. انت يعني ما بتعرفه، يعني ما وعيت عليه، يعني كيف عرفتوا انه لعمك، كيف حبيته من غير ما تعرفه؟ من قصص ستي لإله، لما تعرفني ستي عنده بزيد حبي اني ازوره واشوفه كمان. طب من خلال ما بقولوا لك عنه ايش اكثر شيء عرفت عنه؟ انه شجاع وبحب الشجاعه وبدافع عن الناس وبدافع عن نفسه. الحمد لله. ايش حابب تقول له لعمك واحنا بشهر رمضان؟ انه يضل صابر حتى ربنا يفرجها عليه، واحنا معه حتى لو كان بعيد عنا احنا هنضلنا صامدين معه ومعاه دائما. يعني ان شاء الله هاي الرساله بتصل لعمك، واكيد حيكون يعني سعيد كثير لما يسمع هاي الرساله. انت بتعرف انه احنا قبل رمضان كانوا يعني الاسرى خاضوا اضراب، وكان هو من ضمن الاسرى المضربين، ايش كان شعورك انه عمك كان مضرب عن الطعام وبعد هيك انه نفك الاضراب وكان بالنصر، كيف بتعرف عن هذا الموضوع؟ عن ابوي حكى له وست حكت لي، لما حكوا لي انا فرحت كثير لانه مطالب الاسرى تحققوا، وفرحت انه ايش ان انا ممكن من الممكن ان ازور عمي وامنية حياتي اني اشوف. ان شاء الله بتشوف. يعني انا بشكرك كثير على هالرساله وعلى وعيك كمان في الاسرى. بنمرر المايك لكمان طفله من ابناء شقيق الاسير، الطفله وعد. كل عام وانت بالف خير وعد. بالصحة والسلامة. طبعا وعد، شو بتعرفي عن عمك الأسير؟ إنه كان بطل شجاع وكان بدافع عن وطنه. طيب هلا إنه عمك أسير وبطل وبتعرف إنه هو في سجون الاحتلال، وإحنا هلا في شهر رمضان وحابة يكون عمك بينكم ويشارككم، شو حابة تقولي له الرسالة؟ إنه يضل صابر وصامد حتى يجي الفرج، وإحنا دائما بندعي له إنه يفرج عنه وعن كل الأسرة، وإحنا حابين يكون جنبنا دائما كل رمضان. إن شاء الله يا ربي. أنا بشكرك كثير على هاي الرسالة. يعني بنرجع لأخ نهاد، يعني نهاد بالتأكيد إنه بعد ما الأسرة تم فك إضرابهم ووصولهم لهي النتيجة، أكيد إنه في موقف من عائلة أسير كانت متواجدة كل يوم في خيمة الاعتصام، وهلأ تستقبل شهر رمضان وإحنا يعني مرق هالشهر وعنه دخلنا على العيد، يعني وكل عام وإنتوا بألف خير، إيش بكون موقفكم كعائلة أسير؟ إحنا كعائلة أسير زينا زي باقي عائلات الأسرة، مش أخي لحال اللي أضربت 1800 أسير، وهي اخواننا جميع الاسرى في الاضراب وشاركوا في الاضراب واحنا شاركنا، وكان يعني انا في اخر فتره كنت ناوي على اخوض اضراب في داخل الخيمه، يعني كنت انا ووالدي الاسير باسل عريف، يعني اخو ابو باسل كان ناوي يخش اضراب مفتوح عن الطعام على الاسرى لانه 41 يوم طول الاضراب، صحيح مش يوم ولا يومين، الوضع كان سوء، والدول العالم ما حدا مدور ولا حدا سأل عن أبنائنا، فيش لا إحنا بندور وبندور على أبنائنا، ففيش لا حقوق إنسان، يعني الصليب من
فترة ال 41 يوم مرة واحدة اتصل علينا الصليب وقال لي هو بخير وكويس. الحمد لله. مع انه اخي في ديف السجون نعيم نقلوه اربع مرات. انتقل اربع مرات في السجن. من سجن لسجن لسجن لسجن. لكن بعد تلقيكم انه خبر انه تم فك الاضراب ويعني والحلو انه كان في اول يوم من شهر رمضان المبارك. وطبعا انتصار، انتصار لاخواننا الاسرى وانتصار لنا، لانه مطالب يعني ما تحققت كلها، تحقق تقريبا 80% من مطالبهم، لكن شيء منيح. انا اولادي بيحلموا حلم يشوفوا عمهم نعيم، اليوم بتحقق مطلب انه اولادي حيروحوا يزوروا حيشوفوا عمهم. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله، ان شاء الله بتحقق يعني هذا الحلم. ابسط حقوق الاسرى حطولهم، يعني هم محرومين من ابسط الحقوق. الزيارات يعني والدتي خمس شهور ما زارت. الزيارات يعني كل شهرين لو بدها تزور اساسا كل شهرين زياره، ليش؟ صحيح. حرام. يعني احنا يعني ان شاء الله بتحقق يعني هاي المطالب، هاي المطالب انسانيه، وهالزياره اللي من حقها انها تشوفها، اللي هي مدتها كلها يعني هالبسيطه بس ترتوي انها بشوفتها لابنها. مرر يعني بنرجع لام نعيم، نعيم يعني بالتاكيد انه انت كل يوم بحاجه لوجود نعيم في شهر رمضان وغير شهر رمضان، في كل يوم بتتذكري، شو اكثر حاجه ممكن انك مثلا هلا يعني تقوليها رساله لنعيم ولكل الاسره؟ أنا بقول لنعيم الحمد لله اللي فك الإضراب وتحققت مطالبكم، وبقول له يا أمي إن شاء الله الفرج قريب وإن شاء الله ربنا ينصركم عليهم، وإن شاء الله يعني تتحقق المطالب وتصير الزيارة أسهل وأحسن، وبقول له خليك صابر وصامد وإن شاء الله ربنا يفرجها عليك، والسجن يوم ما بنبني على رجال إن شاء الله أنتوا إن شاء الله حتطلعوا وتعيشوا حياتكم إن شاء الله. ان شاء الله يعني خالتي نعيم يتحقق هالمطالب وهالرساله تنسمع لكل يعني لاصحاب الضمير والانسانيه. معنا كمان يعني رساله من زياد شقيق الاسير. زياد شو حابب تقول الرساله في الشهر الفضيل؟ بسم الله. اول شيء بقول لاخوي نعيم شد حيلك وسجن للرجال يا اخوي واصبر، وان الله مع الصابرين وهو وجميع الاسرى ان شاء الله وبهديهم سلامات ان شاء الله بيصلها السلام. شكرا لك زياد. لا. يعني وشكر لام الاسير البطل ام نعيم، كل عام وانت بالف خير. ان شاء الله رمضان القادم نجيكم ويكون موجود بينكم نعيم. والشكر لنعيم، شكرا لكم جميعا. مشاهدينا الكرام لهنا نكون وصلنا الى ختام هذه الحلقه من برنامجكم اناديكم، الحريه لكم اسران الابطال، والتحيه لكم مشاهدينا الكرام، ودمتم ودام الوطن. But it